محمد وليد طويلة من مداحي جميلة ممتازة ما أروعها طيرية وجميلة ممتازة الهدف الأول والهدف الأول لصالح فريق صلاح ديليزان مخالفة الأخيرة المنفذة بإحكام من حروش ما فيش وضعية تسلل لحظة خروج الكرة بكيفية ممتازة فعل ممتاز بالمختار لأن العدد مقبول يعني جميلة وممتازة ضاعت بأربعة انتصارات هي كرة أخرى جميلة 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 ضاعت ضاعت هذه الكرة ماذا بل الهدف الثاني من حسن حظك من حسن حظك يا دراج المتابعة الممتازة ثم التوزيعة ودرج بهدوء صفر لصالح فريق سريع غيليزان الرياضي الكريم اختلف تماما ولكن حذاري 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 اوه انقذ مرمى جرابيس وادي المخالفة جرابيس وادي الراسية قلص النتيجة يقلص النتيجة مدافع فريق دفاع تاج نانت ولكن ليس من وضع التسلل لأن المدافع أعتقد بأنه زيدان محمد الأمين هو الذي كسر مصيدة التسلل وبالتالي مزواني قلص النتيجة ومنح الأمل لفريق دفاع تاج نانت أمو ثلاث لاعبين يواصل مزياني سدد مزياني وسدد بهذه الكيفية الكرة في الشباك للفريق